ولكن النهارده لما نيجي نشوف المشهد في نادي الزمالك. المشهد في نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك دعا الى مصالحه اليوم. عشان تعرفوا الفرق ما بين مصالحه دعا لها محمود الخطيب من خلال حوار، وكيف استقبلت مبادرته بهذا الترحاب وكل ردود الافعال، وفي النقيض في الناحيه الثانيه رئيس نادي الزمالك دعا الى مصالحه. ودعا رموز الزمالك ان يكونوا معه اليوم الجمعه. طبعا كل الاحترام والتقدير لكل من حضر، لهم مني كل الاحترام وكل التقدير، ولكن طبعا الحضور كان صادما، لان ما بين الازدحام الذي كان حوله من موظفين وعمال زود لهم المرتبات، وما بين من يعمل في القطاعات ندر وجود اي اسم غيرهم. يعني خلينا نقول اللي حضر في هذه المبادره، و الكابتن مصر الكبير النجم الكابتن احمد عبد الحليم، النجم الكبير الكابتن اشرف قاسم، النجم الكبير الكابتن طارق يحيى، الخواجه كابتن مصر ونادي الزمالك الكبير، النجم الكبير الكابتن مدحت عبد الهادي، النجم الكبير الكابتن سامي الشيشيني، النجم الكبير الكابتن عفت نصار، النجم الكبير الكابتن نادر السيد، النجم الكبير حمد عبد اللطيف، النجم الكبير جمال حمزه، النجم الكبير سمير محمد علي، النجم الكبير اكرم عبد المجيد، احمد عبد الرؤوف، حسن بصري. يعني لو جيت اضرب لكم نماذج تلاقي يعني كل من حضر طبعا الكل، يعني مش عايز اتكلم، لان في اسامي كاحمد عبد الحليم واشرف قاسم وهذه الاسامي المهمه جدا، لا طارق يحيى، مش هم اللي هتجمعهم بالزمالك مصالح، دول زملكاويه قبل احنا ما نتولد، وزملكاويه اكتر من من اللي بيديروا نادي الزمالك. ولكن انا بس اقول لكم على نماذج تلوث دائما الحضور. يعني النهارده انت بتدعو الى مصالحه يا فندم، هل ينفع يا كباتن مصر العظام انكم وانتم واقفين في المصالحه ولا قاعدين في المصالحه يسب كل الناس باقذر الالفاظ؟ اي مصالحه هذه التي تريدون ان تتحدثوا عنها؟ اي مصالحه؟ مسك ممدوح عباس سب ولم يترك له يمينا ويسارا، مجدي العتال، هاني العتال، ما فيش حد ما شتمهوش وما سبهوش، انهال على حسن مصطفى، على هشام حطب، على اللجنه الاولمبيه طبعا، والكابتن ابو رجيله معذره اذا كنت ما قلتهوش، ما سبش حد ما شتمهوش. بالله عليكم وفي الصوره قدامنا عمنا العظيم محمود ابو رجيله وعمنا العظيم الكابتن محمود الخواجه، يعني الا يجعلك تخجل ان تكون امام رئيس نادي يدعو لمصالحه ليسب فيها الناس؟ اي مصالحه؟ والكابتن عادل مأمور والكابتن اشرف قاسم المحترم طبعا اسامي لابد ان نقف لها احتراما وتقديرا عندما نذكرها، ولكن انا بقول لهم لو تكرمتوا انتوا النهارده شكلكم ايه وانتوا كنتوا قاعدين في مصالحه بيتسب فيها الناس كلها؟ انتوا قاعدين في مصالحة بيسب فيها الناس كلها، ومصالحة منقوصة اللي جاي علشان خاطر طبعا مش عايز اقول بعض من الحضور، احتراما للاسامي الكبيرة لاني تربطني بهم علاقات قوية وعلاقات محترمة. يعني الكابتن فاروق جعفر النهاردة حضر، هو حضر على رمز من رموز الزمالك، وعلى علشان مستشار فني لرئيس نادي الزمالك. كابتن سامي الشيشيني قدامنا المحترم نجم الزمالك العظيم، هو الكابتن حمادة انور حضر عشان حب في الزمالك، ولا عنده وعد انه يبقى هو مدير اداري بعد ما خلى موضوع المدير الاداري من برحيل ايمن حافظ؟ هو الكابتن محمود ابو رجيله يعني الوم عليه وعمي وببص على دماغه كل ما قابله، ولكن لا يتواجد في مكان خاص الا ويقول انا حزين على الوضع اللي فيه الزمالك، في كل ترابيزه بيقعد عليها بيقول انا حزين على الوضع اللي فيه الزمالك. كيف يقبل الكابتن محمود ابو رجيله انه يتواجد في مكان يسب فيه كل الناس؟ حضوركم مشرف، ولكن كنت اتمنى ان تنسحبوا بمجرد ما بدا يشتم في الناس. اي مصالحه انتم تريدون ان تشاركوا فيها انها مصالحه ملوثه كالهواء الملوث، تسمم الابدان وتسمم الاجساد وتجعل الناس تموت اختناقا من هذه الالفاظ الخارجه عن الروح الرياضيه وعن اللياقه وعن الاحترام. سب وقصد في كل كبير وصغير، وانتم قاعدين مركزين للاسف. كل من يقترب يحترق، كل من يقترب يحترق، وانتم اسامي كبيره
لابد أن تحافظوا عليها، لأنكم أكبر من أن تحترق أسماءكم التي أعطت للزمالك العظيم. أنتم أسماء مهمة محترمة، لا يمكن أن يتلفظ لساني في حقكم كلمة واحدة. أنتم رموز الزمالك الأوفياء، لم يهضر أحد من الرموز إلا كما قالت وسائل الإعلام إلا من تربطه مصلحة. فاقترب احترق، اقترب احترق. ناس كتيرة جدا رفضت تروح. طيب ماشي، لا لوم على من حضر، يعني الكابتن محمود ابو رجيله اذا كان بياخد 9000 جنيه معاش، ولا الكابتن عبد الحميد بسوني شغال في النادي، ولا الكابتن غانم سلطان اللي بوظ النشاط الرياضي وهم كلهم عارفين، ولا الكابتن نصر ابراهيم اللي شغال في النادي، ولا الكابتن حماده رأفت اللي ماسك الاكاديميه وما لعبش كوره طول حياته وبياخد 25000 جنيه، ولا الكابتن عبد الواحد السيد، ولا هذه الاسامي المحترمه لا يمكن برنامج كوره بلدنا ان يوجه لهم اي اهانه. ولكن وجودهم مع بعض الناس اللي هي عليها كثير من علامات الاستفهام يضر بالزمالك. انتم رموز ناصعة البياض، انتم قيمة، انتم قدر، انتم شيء مهم بالنسبة لنا. ما ينفعك تشرخ لوح الازاز في عينينا، لانه ما ينفعك يصلح تاني، لازم يتغير. ما اقدرش ابدا انحني تقديرا لكل اسم ذكرته رغم العزوف وعدم الحضور من كل النجوم، وهذا هو من حضر، كلهم 10-15 واحد حضروا والباقي عزف عن المبادرة وعزف عن الحضور. إذا كان لا أحد يمنعكم أبدا من الحضور، ولكن الدنيا كلها بتتسب قدامكم. تل أعضاء سابوا النادي ومشيوا، الأعضاء سابوا النادي ومشيوا، قال لك تاني في مصالحة يشتم فيها الكرة الأرضية، دي مصالحة إيه؟ في مصالحة يشتم فيها الناس كلها؟